أنا المستقبل معلش لكن الماضي قضية عدلان قديورة قضية عدلان قديورة استقالة أحمد بالحاج وشد المسلسل يعني هذه مسرحيات قديمة في ديكور جديد هادو كلهم مسرحيات يعني فيها مشروع تقلقنا لافات قديورة فيها الإشهار يعني قديورة فيها يعني الرئيس ما نقولش يعني حتى من يعني من مش شخصيا تاع أي إنسان الرئيس يعني قليل من الإشهار يعني قديورة لعب دولي فريق وطني حتى يمتص غضب الأنصار يعني وشدنا المسرحية دامت يعني أسبوع أو أقل من أسبوع ويعني غادر يعني غادر الفريق نشوفوا كما قلت يعني كون جابوا شكون بالحاج يعني كاين تداول بين يعني كما تعرف لو تريونغ دو برمي الثلث الخالي كل مره يعني كل واحد يبغي يدير قرار يعني انا المسؤول انت المسؤول هذه هي يعني المنافسه يعني والضغط نقولها معليش صراحه انا متعود نتكلم كيما هاك سيد المحترم تفضل. الضغط يعني هي الكحكه بالليمون ولا الطرت وسيترو هي اللي دمرت هذا خلات الناس ديورا باش يديروا بيلا بيبليسيتي اشهار ويعني قديورا يعاود يغادر يعني وتبقى مسرحيه كيما قلت قديمه في ديكور جديد والخاصه عندك لاعبين ماكش قادر تخلصهم مي با لاعبين كيفاش يعني لاعبين يحتجوا يعني باش يديروا يعني اضراب ويوقفوا يعني لاعبين نتاع كاين 100 مليون 50 مليون 60 مليون معليش قديورا يستاهل ملايير الدينارات لاعب كبير شخصيه رياضيه اعطى الفريق الوطني واحد من احسن اللاعبين على المستوى الوطني لكن اليوم نشوف يعني البريكولاج والترقاع هو اللي خلى المولوديه في كما قلت مسبقا في غيبوبه.